السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. لو سمحتي كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ في تفسير في آية كده: إن أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. حاضر. صح؟ حاضر. نعم، في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا. طيب، من أزواجكم وأولادكم، مش أموالكم. أزواجكم؟ نعم. معلش أنا آسفة. طيب، وفي طب أنا عايزة أفهم، أنا عايزة معنى أفهم الآية في إيه؟ وفي برضو سورة، في برضو آية كده في سورة بتقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. فأنا عايزة أفهم، يعني في أبهات كتير لما بيتخانقوا مع أولادهم بيقولوا بقى إيه: أنتوا صح، أنتوا هو عدو، وأنتوا فتنة لينا، أنتوا معرفش إيه. طب هو ربنا مش قال إن إحنا إن أولادنا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات؟ طيب. طيب، فانا عايزه بقى يعني افهم التفسير الصح من فضيله الشيخ. حاضر. بس هي ليه ابهات يعني زي الامهات يعني؟ ايوه. الاباء ذكور، مش هنخليها ابهات يعني، خليها اباء والله. الاباء والامهات. تمام. معظم الناس يعني معظم الناس ما بيتكلموش باللغه العربيه. فضيله الدكتور معنى اللي هي ازاي يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الآية القرآنية هذه موجودة في سورة التغابن. أولا ليس كل الولد وليس كل الزوجة عدو. نعم. إنما القرآن قال إن من فمن للتبعيض. طب للتبعيض الله يكرمك، ليس الكل. الله يفتح عليك، أنت كده أستاذ اللغة العربية. تمام. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء إيماني شرف الله تعالى به المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، يعني بعض الزوجات وبعض الازواج رجال ونساء، ان في بعض الرجال يقول لك يبقى الزوجة عدو. طب ما ممكن الزوج برضه يكون عدو. صحيح، تماما. لان كلمه الزوج في اللغه العربيه تحمل المعنيين الذكر والانثى. نعم. عدوا لكم فاحذروهم. طبعا، لان ممكن الزوجه التي لا تتقي الله سبحانه وتعالى تكلف زوجها من الطلبات والتكاليف ما لا يطيق، فربما يفتح لنفسه ابوابا من الحرام. نعم. وربما أعاذنا الله وإياك توقعه في العقوق، إلى أن يضرب أباه، إلى أن يعق أمه، فيبقى الزوجة عدوة للزوج وهو لا يدري. أو العكس، ربما يجر زوج زوجته إلى طريق الانحلال. تماما. فبالتالي الإنسان عليه أن يعقل: إن من أزواجكم وأولادكم. والأولاد نفس الأمر. الولد مبخلة أبيه ومجبنة أبيه. الولد قد يكون صالحا في موازين حسناته، وقد أسيء تربيته، وبالتالي الولد يكون في موازين سيئاتي، وقد يكون ولدي عدوا لي وانا لا ادري. تساليني انت ازاي ابني يكون عدو لي؟ ما ممكن ابني، انا عايز امل لابني مستقبله، فهذا يدعوني الى اخذ الرشا والى اكل الحرام والى الى الى ابني قادني الى ما لا تحمد عاقبته. او ربما اسات في تربيته فنشا نشاه سيئه، اذا انا احمل وزره، ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. اما الايه القرانيه الموجوده في سوره الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فدي طبيعة جدا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نعم. فمعنى الآية القرآنية إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة فيها زينة، فيها مفاتن، منها المال ومنها الولد ومنها الزوج ومنها الزوجة. في النهاية لما الأب بيقول لبنته مثلا: أنتوا زينة الحياة الدنيا، ما هي زينة، والإنسان بعد ذلك سيتركها، لكن لن يأخذ أحد منا ولده معه. صحيح. ولن يأخذ أحد منا زوجته معه. ولن تأخذ زوجة زوجها معها، ولن يأخذ ولا مال ولا ولد ولا إنسان بيتمتع بها في الدنيا، ثم بعد ذلك سنرحل جميعا ويبقى الأثر. جميل. أما لأن تكملة الآية فضلت الدكتور: والباقيات الصالحات، يعني هي اللي هتبقى عند ربنا. بالضبط. الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. جميل. الباقيات الصالحات، قيل الأعمال الطيبة الصالحة، وقيل هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقيل القرآن وما فيه من حلاوة مع السنة النبوية تسمى أيضا بالباقيات الصالحات، وقيل أي عمل يعمله الإنسان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحات الطيبات هي من الباقيات الصالحات، وقيل الباقيات الصالحات صلاح ولدك، لأن أكبر أثر للإنسان في حياته ولده. لذلك يقول الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم
وولدك هو أعظم أثر يبقيه الإنسان بعد مماته. ولذلك الحديث واضح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. الله يفتح عليك. طيب السؤال الثاني، ويمكن السؤال الثاني ده كنا بنتكلم فيه برضو في بداية حلقتنا.